السلام عليكم ورحمة الله. صلاة ضيعها من كان قبلنا، إذا حافظت عليها يعطيك الله أجرك مرتين. ما هي هذه الصلاة؟ إنها صلاة العصر أخي الحبيب. استمع معي إلى هذا الحديث الرائع الذي يحفزنا للحفاظ على هذه الصلاة ولندرك قيمة هذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة وأهمية هذه الصلاة. وهذه الصلاة هي الصلاة الوسطى التي أمر الله بالحفاظ عليها. استمع معي ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة، يقصد صلاة العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. لماذا؟ شوف أخي الحبيب، الله تعالى يقول في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أغلب الظن أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لماذا؟ لأن يوم المؤمن يبدأ بصلاة الفجر، فالفجر والظهر والمغرب والعشاء، يعني الفجر والظهر في أول النهار والفجر والعشاء في آخر النهار، وهي تقع في المنتصف. لماذا هذه الصلاة حتى اليوم كثير من الناس يضيعها؟ لأنها تأتي في وقت الناس منشغلون في وظائفهم، في أعمالهم، في شؤون حياتهم، في تجارتهم، في مشاغلهم الدنيوية، فغالبا ما ينشغلون عن هذه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لك إن صلاة العصر التي تحافظ عليها ستأخذ أجرها مرتين. لماذا؟ مرة لأنك أديت الصلاة، والمرة الثانية لأنك تركت شغلك وتركت لهو الدنيا وتركت هذه الأعمال الدنيوية وأجبرت نفسك على أن تؤدي هذه الصلاة، بل وتحافظ عليها، وبالتالي تكون استجبت لأمر الله ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. استجبت لأمر الله عندما خاطبك فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واستجبت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: فمن حافظ عليها فله أجره مرتين، يأخذ أجره مرتين. فهنا ملمح أيضا مهم أخي الحبيب. نحن نعلم أن الصلاة هي مفتاح الشفاء. النبي كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، يعني اصعد إلى الأذان، أذن واجعلنا نرتاح من هموم الدنيا ومشاغل العصر وضغوط الحياة، أرحنا بها يا بلال. انظر معي إلى الشفاء النبوي. لذلك والله أيها الأحبة، من يضيع هذه الصلاة يخسر كثيرا. لذلك هناك حديث آخر أيضا يؤكد هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر خسر أهله وماله. تخيل إنسان يعود فلا يجد مالا ولا يجد بيتا ولا يجد أهلا. رأينا مشاهد من زلزال المغرب وزلزال تركيا وسوريا وزلزال وفيضانات ليبيا، ورأينا مشاهد من حرب غزة وهذه الكوارث التي أحلت بالمسلمين. أصعب إحساس يمكن أن تراه على الإطلاق عندما يعود الإنسان
يرى زوجته، أولاده، أقرباءه قد ماتوا، يرى بيته ومصنعه قد هدم، يعني فقد أهله وماله. تخيل فقط إذا تركت صلاة العصر أنت تخسر هذه، يعني أهون عليك أن تخسر أهلك ومالك من أن تضيع صلاة العصر. لماذا؟ لأنك يوم القيامة سترى يعني حسرة عظيمة في وجوه من ضيع هذه الصلاة وغفل عنها. وبالتالي أخي الحبيب، هذه الصلاة على قدر من الأهمية. هناك فائدة أخرى لهذه الصلاة، أنك إذا حافظت عليها فكأنما حافظت على بقية الصلوات. لماذا؟ لأننا قلنا إنها تأتي في الوسط، في وسط المشاغل، وسط الهموم واللهو والعبث. فعندما تعود نفسك على المحافظة على هذه الصلاة فمن السهل أن تحافظ على ما قبلها وما بعدها لأنها في الوسط. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني لا يقصد أنه بين الخير والشر، لا، وسطا هو أفضل الخير، هو الوسط. قد يظن البعض أنه أن الكلمة وسطا هنا تعني يعني خير كثير وخير قليل وفي الوسط، لا، الوسط هو أفضل الطرق التي يمكن أن تسلكها. يعني أنت عندما تصلي وتصوم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنت على الطريق الوسط، عندما تذكر الله كثيرا أنت على الطريق الوسط. وليس المقصود أن تذكر الله عز وجل متوسط يعني عدد المرات، يعني لا تذكره 1000 مرة ولا 3 مرات، اذكره 50-60 مرة، لا لا. الوسط هنا تعني الوضع المثالي والطريق الأفضل الذي يمكن أن تسلكه هو الطريق الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فخير أمة هي أمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ ما هي دواعي الخير هنا؟ ولماذا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا هنا أخي الحبيب، الصلاة الوسطى، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لك إن عبادتك حتى تكون مثالية وحتى يتم إيمانك وتكون حياتك في أفضل شكل، عليك أن تحافظ على هذه الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. ولأنك إذا فوتتها أو غفلت عنها فكأنما خسرت أهلك ومالك. لذلك أنا نصيحتي لكل إنسان في النهار يكون مشغولا في عمله، في تجارته، في دراسته، في مع أصدقائه، مع إلى آخره، قد يكون في رحلة، في سفر، ليتذكر حالة ذلك الشخص الذي فقد أهله وماله، ما هي حالته، ويقول: أنا لو فوتت أو تركت صلاة العصر أو غفلت عنها سيكون حالي مثل حال هذا الإنسان البائس المسكين الحزين جدا. وبالتالي ينتفض ويتذكر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أخي الحبيب يريد أن ينسيك ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هدف الشيطان الأول أن ينسيك ذكر الله. وعلى رأس الذكر هو الصلاة. الصلاة هي نوع من أنواع الذكر على فكرة، يعني الصلاة هي قمة الذكر لله سبحانه وتعالى. لأن الصلاة ماذا يوجد فيها؟ يوجد الدعاء هو ذكر، قراءة القرآن هو ذكر، التسبيح هو ذكر،
التكبير هو الذكر، هي الذكر لله سبحانه وتعالى. بالتالي الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن هي في أعلى درجات الذكر عندما تكون بين يدي الله تصلي خاشعا. وشيء آخر، لكي تكسب أجر هذه الصلاة جيدا، أنا نصيحتي أن تتم خشوعها، لأن الصلاة من دون خشوع أخي الحبيب صدقني لن تستمتع بها، وستجد أنك تسهو كثيرا وتصلي وتذهب وكأنك لم تصلي. إذا لم تشعر براحة نفسية بعد الصلاة يجب أن تعيد النظر في صلاتك، هناك خلل وهو الخشوع. الخشوع لا يتأتى لإنسان إلا إذا تفكر في كل كلمة يقولها. ينبغي عليك أن تفكر بكل كلمة تقولها في الصلاة. عندما تقف خاشعا بين يدي الله وتقول الله أكبر، يجب أن تستحضر عظمة الخالق، أنه أكبر من مشاغلك، أكبر من همومك، أكبر من المتاعب، أكبر من الناس جميعا، أكبر ممن يمكر بك أو يحسدك أو يحاول أن يؤذيك، هو أكبر من كل شيء. الله أكبر، نسيت كل شيء، لأنك تقف أمام الكبير سبحانه وتعالى المتعالي. عندما تبدأ بقراءة الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تستعذر أو تستعيذ أولا بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يجب أن تذكرك أنك مثل الطفل الذي يحتمي بأبيه، أنت تحتمي بالله، أعوذ بالله، أحتمي بالله، أطلب الحفظ والحماية والصون من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحتمي بالله من الشيطان. فبسم الله الرحمن الرحيم تستحضر رحمة الله بك. إذا كنت مريضا تستحضر رحمة الله فتقول الله عز وجل سيشفيني برحمته. إذا كنت محتاجا لمال تقول الله برحمته الرحمن الرحيم سوف يرزقني، الرحمن الرحيم سوف يعطيني، الرحمن الرحيم سوف يدلني على زوجة صالحة أو زوج صالح بالنسبة للنساء، الرحمن الرحيم سوف لا يتركني وحيدا. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر الهادي هو الله، تقول إن الله سيهديني لن يتركني، إن هذا الملك عز وجل الهادي النصير سوف يهدي أولادي إلى طريق الحق، إن شاء الله لن يضلوا ما دمت أدعوه. تستحضر كل كلمة تقولها في هذه الصلاة، فتجد نفسك بالتدريب ومع الزمن بعد فترة أصبحت الصلاة بالنسبة لك أنك تغيب عن العالم الخارجي هذا وتعزل نفسك عنه وتدخل في عالم الملكوت، تعيش مع الله، تعيش مع الجنة. عندما تقرأ آية عن الجنة إن المتقين في جنات ونهر، تتخيل وتذكر هل أنا يمكن أن أكون من هؤلاء المتقين، فأدخل هذه الجنات وهذا النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني عند مليك يعني عند الله، يعني أنا سأكون قريبا من الله وفي حماية الله، لن يستطيع أحد أن يؤذيني أو يضرني أو يخوفني أو إحساس الأمان، لهم الأمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تشعر فعلا الآن بالحياة الطيبة عندما تتم خشوع الصلاة.
وعندما تتذكر أن صلاة العصر بالذات هي الصلاة المهمة التي ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام وركز عليها القرآن، وأن هذه الصلاة تعطيك أجر مضاعف، تؤتى أجرك مرتين، صدقني ستشعر بسعادة، بهدوء، بطمأنينة. إذا كنت تعاني من أقصى أنواع المرض والألم ستنسى الألم، سيزول هذا الألم. لماذا؟ لأنك أصبحت تعيش في الجنة. يعني الصلاة هي فرصة أن تعيش في الجنة مع الله ومع الأنبياء. عندما تقرأ في الصلاة قل هو الله أحد، تتذكر لمن هذه الكلمة وجهت. لماذا قل؟ لماذا لم يقل الله أحد؟ خلاص، الله أراد أن يذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول قل يا محمد لهم أن يقولوا قل هو الله أحد، أخبرهم. وضع لك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمامك ليذكرك به، ليذكرك أن هذا النبي الرحيم هو الذي بلغنا القرآن، هو الذي أعطانا هذه التعاليم التي حفظتنا من الفاحشة والزنا والأمراض والمشاكل والهموم، حفظتنا من أكل الربا، من الخمر ومشاكله وحوادثه، حفظتنا من رجس الشيطان والشذوذ والزنا وغير ذلك. فلذلك هذا النبي الكريم أنا أستحضر مقامه الشريف أمامي وكأنه هو الذي يكلمني، وكأنه هو الذي يأمرني أن أقول قل هو الله أحد. مادام هو الله أحد، لا إله آخر، ولا أحد يستطيع أن يضر وينفع إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يرزقني إلا الله، إلى آخره. هذا هو مضمون قل هو الله أحد. الله الصمد، صمد ألجأ إليه، صمد أحتمي به، صمد يحفظني. ضع ما تشاء من المعاني، كلمة مفتوحة المعاني، معاني مفتوحة أمامك. أطلق العنان لخيالك، كل الصفات التي تحبها تجدها في كلمة الصمد، الله الصمد. هذا الإله حاش له أن يكون له ولد، أو يكون هناك من ولم يكن له كفوا أحد، أن يكون هناك من يساويه أو يكافئه، أو حاشاه أن يحتاج إلى أحد. فحتى من معاني الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج لأحد. الله نحن نحتاج له، فهو صمد، ولكنه غني عن عباده، لا يحتاج لأحد، لم يكن له كفوا أحد. لذلك نحن نقول حسبي الله، الله يكفيني يعني. ولكن الله ليس بحق، لأنه هو مالك الملك، خالق الخلق، هو خالق كل شيء، بيده ملكوت كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. وأذكركم مرة أخرى أحبتي في الله بضرورة أن تحافظوا على هذه الصلاة، لأن والله فيها مفتاح للخير، مفتاح للرزق، مفتاح للشفاء، مفتاح للراحة النفسية، ومفتاح لحل مشاكلك. ولا تنسى الخشوع في هذه الصلاة والتفكر والتدبر، لتكون من الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يخشع في صلاته، فتجد أنه يكف نفسه عن اللغو. إذا أردت أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الخشوع في الصلاة، تجد أن لسانك لم يعد يتذوق طعم الكلام الفارغ، تصبح متعتك في ذكر الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فلذلك أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يحافظون على صلواتهم،
والذين يخشعون في هذه الصلاة لنأخذ فوائد هذه الصلاة ونؤتى أجرنا مرتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.